انتو ما كتشوفوا دينا كلها هاد الاحياء كيما مشيتي احنا دابا غاديين ان شاء الله قربنا لشاحة واحد الخليج ناخذ لكم شي صور متابعي قناتنا السلام عليكم تحية لكم كاملين مبروك الفوز وتحية للناس المشاهدين اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالنا مرحبا بكم في قناة الأسي جيد القناة هذه اللي كتعتني مدينة الأسي متابعي قناة الأسي جيد السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير وعلى خير نتمنى الله تكون في احسن الاحوال هذا المباشر ديال اليوم عنده طعم خاص بالمناسبة هي انتصارنا على اسبانيا والتأهيل لربع النهائي جيت هنا باش نشارككم هذه اللحظات ناس فرحانين خارجين هنا من اسفي ناس فرحانين وحتى احنا فرحانين ومبروك مبروك الله يكمل بخير هاد المباشر غادي نقسمو ان شاء الله على جوج اجزاء ولا ثلاثة على حساب التيسير دابا هذا الجزء الاول الجزء الثاني غادي نديرو ان شاء الله في العمالة باذن الله دابا انا كنتواجد في مدار حي الثانية ثاني زين العابدين شارع الحسن الثاني هذا يوم تاريخي هذا بكل صراحة لكم في الجزء الثاني من المباشر هذا الناس فرحانين والمناسبة هي انتصار على اسبانيا والتأهيل لربع النهائي قطر 2022 انتم كتشوفوا هذه الاجواء هذا انا دابا كندوي معكم من مدينة اسي وبالتحديد في تسارع مولاي يوسف تسارع كينيدي دابا غادي ان شاء الله نمشي معكم باش ناخذ شي لقطات نتمنى الله يعجبكم وكتبوا لينا التعليقات ديالكم ها هي لقطات حيه هنا كي كتشوفوا الناس كلشي خارجين تقريبا في المغرب كامل المهم حنا هنا من الناس كثيره احياء كلها تقريبا راهي هانتم كتشوفوا هذا يوم تاريخي بكل صراحة هذا يوم تاريخي هذا هذا هنا المطار هذا هنا يوم تاريخي بكل صراحة مبروك للفريق ديالنا مبروك للمنتخب مبروك كل يوم كامل هذا الانتصار هذا اللي كاين هذا هو الشعور فرحة فرحة ماشي عادية ماشي عادية الفرحة كما كتشوفوا كاع الناس فرحانين وخارجين المهم لقطات حية كما نقول عليكم هنايا من هذا المزار هذا الشارع كينيدي وكاين دابا حنا غادي ان شاء الله العمالة باش ناخذ لكم شي لقطات نتمنى الله هادشي اللي كان مشروع عندكم ما تدخلوش هنا بالتعليقات ديالكم التعليقات راه مخفيفه صعود عملوا لايك لايك الفيديوهات اللي كان مشروع فمرحبا بكم مره اخرى مرحبا بكم في قناه ناس من جديد مبروك خويا نور مبروك نور الايمان مبروك انتم كتشوفوني لقد تحية احنا قربنا لساحة محمد خليل امشي فيه
الانتصار على اسبانيا والتأهيل ربع النهائي. المدينة كلها خرجت تقريبا كما كتشوف، فرحة عارمة تاريخية بكل صراحة. هانتوما كما كتشوفوا كلشي الناس فرحانين ناشطين. احنا دابا غادي ان شاء الله جهة ساحة محمد الخامس، ساحة المعروفة حنايا فاس. المهم تحية للمنتخب ديالنا، وتحية لقطر، وتحية لكل الناس اللي ساهموا في هذا الانتصار هذا، في هذه الفرحة هذه. هانتوما كتشوفوا فرحة تاريخية. الطريق تقريبا عامرة كل فيها كاع في المنفي، المنفي المدينة كلها فيها تقريبا. مبقى شي دار اللي خرج فيها واحد أو جوج تقريبا، ربما كان بالغ ولكن راه سعيد بكل فرح. كما كتشوفوا المدينة كلها 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 هاد الأحياء فين ما مشيتي فين ما مشيتي. احنا دابا غاديين إن شاء الله قربنا الساحة محمد الخامس، ناخذ لكم شي صور متابعي قناتنا. السلام عليكم، تحية لكم كاملين، مبروك الفوز، وتحية للناس المشاهدين اللي كيشاهدوا الفيديوهات ديالنا. مرحبا بكم في قناة الأسي جيد، القناة هذه اللي كتعتني بمدينة أسي بالأخص وبالمعرفة. هاد الصور هادي غنية على التعريف، هاهي وحدة كافية. غادي نوداكم حتى للجزء الآخر إن شاء الله، نلقاكم شوية بإذن الله. انتم فهاد المباشر من مدينة أسي، نقول لكم الفرحة ديال الناس ديال الساكنة في المدينة بمناسبة ديال الفوز إسبانيا والتأهيل للتأهل للربع النهائي. هانتوما كتشوفوا الصور الحية، المدينة كلها خرجت تقريبا. الناس اللي كيشاهدونا يقولنا الصوت والصورة مزيان، ديروا التعليقات ديالكم.